وحول تصريحات معاذ الخطيب معنا عبر الهاتف أنس جودة نائب رئيس بناء الدولة السورية. سيد جودة، ما هو تعليقكم على تصريحات معاذ الخطيب؟ يعني بالتأكيد تأتي هذه التصريحات وهذه المبادرة في وقت مأساوي لسوريا. هذه المبادرة تأتي بشكل جدي لتحريج النظام، وتأتي بشكل جدي من شخص ومن تيار خلف هذا الشخص يقول أنه جاهز لتفاوض وجاهز لحل سياسي في سوريا. بالتأكيد هذه المبادرة ضرورية ومفيدة في هذا الوقت، ويجب البناء عليها، ويجب التعاون مع من أطلقها من أجل البناء والتنسيق معه. تقول بأنه يجب البناء على هذه المبادرة ما طرحه معاذ الخطيب، إذن هل ترى أنها ستنجح في المستقبل من قبل وسيتم تبناها واحترامها من قبل النظام أو المعارضة؟ المبادرة بحاجة كما قلت لبناء، البناء على المبادرة يعني تحشيد القوى السياسية حولها، يعني العمل مع الأطراف مع الأطراف الإقليمية والأطراف السياسية من أجل الضغط على النظام للذهاب إلى هذه المبادرة. المهم أن هناك مبادرة سياسية من طرف سياسي لنقول أنه مقبول من أغلب الأطراف السورية، سواء من قبل السلطة أو من قبل المجموعات المعارضة في الخارج أو من قبل الدول الإقليمية. هناك عدد من القوى السياسية مستعدة للتعاون معه، هذا هو المهم الآن. المبادرة كما قلت بحاجة، ولكن لماذا تم طرح هذه المبادرة في هذا التوقيت الآن سيد جودة؟ لماذا تم طرح هذه المبادرة الآن؟ لأن الآن ربما هو الوقت الضروري والأخير، ربما قبل تفتت سوريا. نرى أن هناك خطر الإرهابي وخطر داعش الموجود في سوريا الآن، والذي يتهدد وحدة الكيان السوري ويهدد بتفتيت سوريا ربما إلى الأبد. فنحن الآن في لحظة مفترق خطير، ربما إذا استمرنا بالحالة التي نحن عليها الآن، الحالة تجاهل النظام لوجود أزمة، وتجاهل جزء كبير من المعارضة الخارجية أيضا لوجود هذه الأزمة، وعدم قبولهم بالتعالي على الجراح، وعدم قبولهم برؤية البوصلة السورية بشكل عام، فنحن سوف تنتهي سوريا إلى الأبد. وبالتالي المبادرة ربما جاءت في الوقت الأخير قبل أن تنتهي سوريا. وهل ترى بضرورة وجود أطراف إقليمية لكي تتأكد من استمرار هذه المبادرة؟ بالتأكيد الأطراف الإقليمية الآن ليست أطرافا إقليمية فقط، هي أطراف في الأزمة السورية. فإذا أردنا التحديث ربما عن السعودية، عن قطر، وحتى عن إيران وعن تركيا، هي أطراف كاملة العضوية في الأزمة السورية، ويجب العمل معها من أجل إنجاح هذه المبادرة والبناء عليها بعد ذلك. طيب برأيك ما الذي كان يقصده معاذ الخطيب بعبارة مجموعة من خيرة القيادات السورية مستعدة للتفاوض؟ هناك عدد حسب معلوماتنا وحسب ما كنا تواصل مع الأستاذ الخطيب منذ فترة، أن هناك مجموعة هي تسمى مجموعة الخطيب ضمن الائتلاف ربما يقصدها. هناك أيضا حسب معلوماتنا وحسب ما نعرفه من المعارضة، أن هناك عدد من الشخصيات المستقلة والتيارات السياسية تقبل بهذا الطرح. ربما هي لا تعرف المبادرة بهذا التفصيل، ولكن هذا الطرح وهذا الرأي يتوافق عليه عدد لا بأس به من القوى السياسية، وأيضا يلقى قبولا جيدا عند الشارع السوري. ومن من الأطراف المعارضة تقبل هذه يعني هذه المبادرة التي طرحها الخطيب؟ كما قلت لك، هناك حسب علمنا وحسب ما هو معروف أيضا، أن هناك عدد من الأطراف السياسية ضمن الائتلاف هي تثق بالسيد الخطيب وربما تذهب معه في طرحه لهذه المبادرة. وهو ربما السيد الخطيب سوف يوضح لاحقا من هي هذه القوى، ولكن عندما يتحدث عن أن هناك أشخاص فبالتأكيد هو كان على تنسيق معهم قبل أن يطرحها. نعم، أنس جودة نائب رئيس بناء الدولة السورية، شكرا جزيلا لك.